عبد الهادي يقتفي اثر احدى الارانب، يرافقه السلوك طراح الذي يبدو في حماس شديد واستعداد للمفاجآت. لقد انقطعت اخر معالم الاثر في هذا الجحر. يدخل السلوق في الجحر ويستعين بحاسة الشم ليتأكد من وجود الأرنب في مكمنها، وهو زرب صغير غير بعيد حفرته الأرنب تحت الأشجار الكبيرة. لقد كفي طراح عناء المطاردة واستثمر نشاطه وحماسه في الحفر. السلوقي أداة من أدوات الصيد مع البدو في الصحراء الرملية الكبرى، حيث يستعان بهذه الكلاب في صيد الأرانب، والتي توفر لهم جانبا من الصيد في هذه الصحراء الخالية. يبدو أن الفرصة قد سنحت لطراح لاستعراض مواهبه في المطاردة. تخرج الأرنب من مكمنها عند إحساسها بالحركة من حولها. يبدأ السلوق مطاردتها وإشغالها، ومن ثم يطلق الصياد الصقر في إثر الكلب على الأرنب ليفسح المجال للصقر بهجومه الجوي وانقضاضه السريع، فيما الأرنب منشغلة بالمطاردة وتحاول الإفلات من الكلب في ملاحقته الأرضية، ولا تعلم بأن الموت قادم إليها من السماء. يمارس سكان هذه الصحراء الصيد بشكل رشيد، فصيدهم لا يتعدى حدود الحاجة، ولا يمارس إلا في أوقات الفراغ فقط، فهم أكثر الناس ارتباطا بهذه الأرض، وأكثرهم حرصا على الحفاظ على فطرتها. لكن الخطر الحقيقي يكمن في اختراق بعض حملات الصيد لأطراف هذه الصحراء، فالبعض منهم يسرف بشكل جائر في صيد الأرانب، على الرغم من أن الصيد مجرم في صحراء الربع الخالي بطول امتداد بحر الرمال بين المملكة العربية السعودية والإمارات وسلطنة عمان.